أزيد من 6000 عنصر من القوات العمومية في تعزيزات أمنية مشددة تعرفها الدار البيضاء اليوم. والحدث إجراء مباراة نهاية عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. الوقوف ضد كل الأشخاص اللي عندهم إما تذاكر مزورة أو أنهم عندهم رغبة أنهم يدخلوا المركب بدون تذاكر، هذه الأشياء كلها تأخذت بعين الاعتبار. كاميرات المراقبة معدة خصيصا من أجل مرور النشاط الرياضي في أفضل الظروف، حيث جندت مختلف الوسائل لتأمين هذا الحدث الاستثنائي. هناك 3 أو 4 سيارات لم يسبق أن تم يعني التنظيم ديالها داخل هذا المركب، هي اليوم غادا تكون كذلك يتم الأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة هذه، وغادا تكون كذلك غتعطي واحد الدفعة نوعية من أجل إنجاح المباراة. مركب محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية سيكون اليوم قبلة الآلاف من عشاق كرة القدم، وبالخصوص محبو فريقي الوداد البيضاوي والأهلي المصري.